علاش ما نديروش واحد المسألة؟ اشنايا؟ ما غتجلسي من الخدمة وتقابليها غير من الدار؟ على زمان اللي جالسة في الدار قبل راجلها، شحال من وحدة مسكينة جالسة وكتمنى تخدم غير باش تهنى من نقير ومن العصبية ديال راجلها. ولكن أنا ما قلتلكش جلسي من الدار، بالعكس شتي أنا الحلم ديالي شي حلم في حياتي هو غير تساوي ما بين الخدمة ديالك وما بيننا حنا. شكون حنا؟ الله يجيبك على خير، بنتك راه مبقى لها والو تزوج، غنبقى أنا وياك الراس في الراس. عرفتي قد ما أنا فرحان حيت بنتنا تكافات بنفسها ولقات خدمة اللي عجبها قد ما أنا مكرهتهاش تبقى صغيرة. عقلتي فاش كانت صغيرة وكتعيط ليا حبي حبي؟ كنت أنا ملي كنقول لك حبي كتقول لي لا بابا حبي أنا. كبرنا. شنو بغيتي تقولي؟ أه سي فغي، علاش ما نديروش عاوتاني كروازيير كل نهار في المدينة؟ أييه مع الكروازيير ما فيهاش الويفي، الراس في الراس، قاطعين التليفون، أنا ما عندي شغل في هذاك الشيء ونبقاو في الخلوة ديالنا. لا لا فيها الويفي، راه أنا اللي كنت طافية التليفون باش نبقى غير معاك. مدام راه أنا اللي شرطت عليك ما نمشيو حتى ما يكونش الويفي، نسيتي؟ نهاد أجي أجي بنتي قولي لنا شكون اللي شرط باش الويفي ما يكونش؟ نهاد نهاد مالا؟ الخطر. عندها شي حاجة وخليها في خطرة. وليش من خاطر؟ شتي شحال تاكي دايرة؟ واش بغيتيش كاع غيكون عندها؟ يا دبزت مع مريم يا في الخدمة يا مع سفيان. المهم خليها في خطرة، ما بغاتش تهضر معنا صافي. لا ما غاديش نهضر معاها، عطيني التليفون نعيط لمريم نسولها. وانا على الشيطان ودابا عاد هضرت معاك وبارك عليك مع هاد الخدمة البوليس، خلي البنت ها غتفش وغتجي تعاود لنا.